حملات الترشيد والتوعية والتي تقوم بها العديد من الجهات ومدى تأثيرها على المستهلكين موضوع توجهنا به للمختصين لتلمس مدى استجابة المواطنين والمقيمين مع هذه الحملات. أحيانا يكون هناك حملات فيها كلمة استخدمت تبقى رنانة تخلي الناس تشجع أكثر وأكثر على ترشيد، وأحيانا كلمة واحدة تخلي الناس أبدا ما تهتم بهذه الحملة ولا تحرص على هذه الحملة. وجود مثل هذه الحملات بلا شك سيكون له نجاح طويل، أما حملات أخرى مرت مرور الكرام علينا أن ما درست بالشكل الصح. اليوم العبرة ليست فقط أن والله عندي حملة وبطبقها في الوقت الفلاني، تطبيق الوقت الفلاني، الهدف من هذه الحملة، دراسة أبعادها، دراسة مشاركة متخصصين فيها حتى نصل للأهداف المرجوة. المستهدفون من قبل هذه الحملات كان لهم رأيهم، مؤكدين على أهمية زيادة التوعية بهذا الشأن. هي طبعا تأثر على الشعب كله، لكن محتاجين التواصل والاستمرار في هذا المجال لتكون أمور التوعية أكثر للشعب ويتفاعل معها الشعب أكثر. والله يجزاهم خير على حملاتهم، يشكرون، والله بيض وجيهم، وإن شاء الله هم يعني إحنا الشعب، يعني أنا أتكلم عن نفسي أنا شخصيا على أمور الكهرباء بالذات، أحيانا لقعت بروحي حتى قمت أطفي الليتات تحتاج لي إن اللمبة واحدة أو ثرية واحدة أنها تكفيني عن الأنوار الزايدة. المفروض يكون في حملات ترشيد زيادة، مو كافية، يعني لو كافية كان ما لقيت الإسراف بالشارع، أو يعني تمر على البيوت الكهرباء مضوية في كل مكان، يطلع من غرفة ما يطفي، يعني هذا كله لازم له حملات ترشيد علشان يعني المستهلك يحس. يعني والله كافية، بس يبي له بعد حق الوافدين والناس الجاية ضيوف بعد عندنا ذا. نعم بأيدهم من ناحية ليش؟ لما يستخدموا قليل وبدفع النسبة قليلة، مش أدفع النسبة كثيرة. وتبقى مسؤولية المستهلك هي الأساس والمعيار في تطبيق الترشيد والاستخدام العادل من عدمه، من باب الحرص على تطبيق تعاليم الدين والبعد عن الإسراف. لتلفزيون المجلس، رياض العبادي.